دكتور مصطفى خليل، عضو في برنامج الزماله البريطانيه لطب الاسنان ام اورس في مركز بيرفكت بريس لطب الاسنان. انا بدات في بيرفكت بريس هنا من شهر 11، كنت عايز ابدا السبيشاليتي بدري. انا كان عندي باك جراوند، بس احنا بدات معايا من الاول خالص من البيزكس. البروجرام هنا ممتاز الحقيقه، لانه مش محتاج ابدا يكون عندك اي باك جراوند، هو يبدا فروم اي تو زد من الاور في الاورثو. بعد ما تخلص اول سمستر بتجتاز امتحان البيزك النظري والميكانكس، وتبدا ان انت تقدر تدخل الكلينيك وتستلم حالات. الحالات هنا من الحاجات القويه جدا في المركز، ان الحالات موجوده بشكل كبير، دايما متوفره ودايما متنوعه، كل انواع الحالات، حالات في حالات سكيلتال، حالات اورثوبيديك، حالات كاموفلاج، وحالات دنتل. كل انواع التريتمنتس بتعدي علينا والميكانكس، لان فعلا في كميه حالات كبيره. فايفن حتى الحالات سواء معاك او مع زمايلك، انت بتتعرض لكميه كبيره من الحالات، وبيحصل لك اكسبوجر عاليه جدا من الكيزز ومن الميكانكس. ده بيخليك اشبعك يعني في الاورثو، ويخليك تقيل. الحقيقه من ساعه ما دخلت العيادات في بريست بريسز استلمت على طول كميه كويسه جدا من الحالات. حاليا اتزنت 10 حالات في مده قليله جدا، حالات متوفره زي ما قلنا. انت بتحاول ان انت تعمل فاريشن وتختار من كميه الحالات اللي موجوده، تختار الحالات المناسبه ليك او اللي انت ما اشتغلتهاش قبل كده، بحيث ان انت تبقى اشتغلت كل حاجه. نقطه من النقط القويه جدا في بريست بريسز، واللي خلتني حقيقه ان انا بجديه ان انا اختار المكان هنا، هو فكره الانسترومنتس. ان انت مش مطلوب منك انك تجيب اي انسترومنتس بخلاف الكاميرا، كل الماتيريالز، كل الانسترومنتس موجوده. وده بيخليك ان انت تجرب انسترومنتس، وبعد كده تقرر انت حابب تشتري الانسترومنت دي او لا، تقدر تستغنى عنها او مش محتاجها. دي كانت نقطه قويه جدا، كل الانسترومنتس موجوده، كل الماتيريالز موجوده، والحقيقه بيشتغلوا بحاجات يعني كواليتي عاليه جدا، مفيش اي خاص ماتيريالز بالنسبه للاسيستنتس والسوبرفيجن. دي من النقط القويه في بيرفكت بريسز، دايما في سوبرفيجن محترم بتقسم على مدار الاسبوع في كل الدكاتره الانستراكتورز اللي في المركز. دايما بيبقى موجود اتليست 2 سوبرفايزرز في الكلينيك، وده حاجه قويه جدا. ان انت اي ميكانيكس او اي راي محتاجه بتلاقيه على طول، ما بتحتاجش ان انت تتاخر مع الحالات. على التوازي مع العيادات، دايما شغال الجزء النظري ما بيقفش، ودي حاجه قويه في المركز. ان احنا على مدار الثلاث سنين البروجرام النظري ما بيقفش ابدا، دايما في دكاتره وانستراكتورز موجودين في العياده للسوبرفيجن، وفي دكاتره وانستراكتورز شغالين محاضرات. بالتوازي كل حاجه في الاورثو بتتشرح فروم اي تو زد، الكتب المهمه في التقويم بتتشرح فروم اي تو زد. ده بيخلي ان هو حتى دايما في مراجعه عليك، وفي اصرار ان انت تبقى وراك مذاكره كتيره، وراك كتب كتيره، لان المنهج بيجري، فمش بيديك راحه. وده حاجه كويسه في البرنامج، ان انت لما تبقى دايما ابديتد ودايما مضغوط، بيخلي نسبه النجاح تقل بك. في البدايه هي نصيحه زي ما اتقالت لي، احب انقلها بس، ان هو دايما امسك سبيشاليتي بدري. حاول على قد ما تقدر تكون متاح فرصه قدامك انك تبدا طريق وتمسكه وتمسك سبيشاليتي، امسك فيها على طول. الحقيقه من الشهادات القويه جدا موجوده في مصر والوطن العربي والعالم كله دلوقتي هي الام اورث، شهاده قويه في مصر وبره مصر، وسبيشاليتي محترمه جدا، وطريق كبير عن سكه الماسترز اللي هي مش متاحه بسهوله يعني. لما نمسك بقى الام اورث، المراكز اللي موجوده كتير في مصر، بس الحقيقه من المميزات اللي انا قلتها عن بيرفكت بريسز دي بالنسبه لي، وبالتالي اي حد يعني هيدرس الموضوع بجديه، هو مركز قوي جدا، وكان بالنسبه لي الافضليه ليه، وده اللي خلاني ان انا التحق بهنا بيرفكت بريسز.